السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معاكم المهندس حسين الفيسي. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي بحيرة عين الصيرة، تعتبر أقدم بحيرة في مصر كلها. البحيرة دي كانت عبارة عن مقلب زبالة، تم تطويرها زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله، الدنيا اتطورت تماما، بقى في متحف موجود. البحيرة طوروها ونظفوها خالص. طبعا مياه البحيرة دي مياه كبريتية طبيعية، والدولة بتفكر ان هي تستغلها سياحية. المكان زي ما حضراتكم شايفين كده اتطور 180 درجة واتغير 180 درجة. كان على ضفاف البحيرة دي عشش، منطقة عشش ومنطقة بيوت، والبحيرة نفسها كانت مقفولة بالقمامة. المفاجأة بقى ان المساحة دي 63 فدان، مساحة المنطقة اللي تم تطويرها. المساحة دي مش هي المشروع، لا، المشروع عبارة عن 500 فدان، اللي هو تطوير منطقة حدائق الفسطاط. مساحة البحيرة بس زي ما حضراتكم شايفين، البحيرة دي مساحتها 23 فدان بس لوحدها. المساحات الخضراء والمتحف والبحيرة وكل المكان 63 فدان، دول مرحلة أولى من باقي المراحل اللي هيتم تشغيلها في منطقة حدائق الفسطاط. بصراحة أصبحت جنة مبهرة في قلب القاهرة. 63 فدان دول كانوا عشوائية لا تطاق، منطقة عشوائية لا تطاق، وقررت الدولة تطويرها بكل قوة، وتحولت زي ما حضراتكم شايفين لمسطحات خضراء وبحيرة ضخمة، والمياه اللي فيها كبريتية طبيعية، والدولة بتخطط لاستغلالها بقوة سياحية. الدولة هتستمر في تطوير المنطقة في منطقة القاهرة التاريخية، واللي بتحتضن متحف الحضارات أو متحف ملوك مصر، وحديقة الفسطاط اللي مساحتها تعدي ال 500 فدان، ومسجد عمرو بن العاص، وقلع صلاح الدين الأيوبي اللي بقت لأول مرة بتطل على بحيرة ضخمة. يعني بجد زي ما بيقولوا، القلعة جت عند البحر.